But here's what I know. That dream that you're holding in your mind. مرحبا بكم مجددا في حلقة أخرى من سلسلة ملخص أخبار الشهر، حيث نلخص أهم أخبار الكرتون التي حصلت خلال الشهر الفائت. وبحكم أنه اليوم الأول من شهر ديسمبر، إليكم أهم أخبار الكرتون التي حصلت خلال شهر نوفمبر 2022. الخبر الأول، تذكرون أفاتار؟ ليس أفاتار نيكلوديان، بل أفاتار المتعلق بتلك الكائنات الزرقاء والذي صدر في 2009. سيصدر له فيلم آخر. في الثاني من نوفمبر صدر تريلر فيلم أفاتار The Way of Water، ويبدو أنه يتحدث عن غزو البشر لكوكب باندورا. إنه كوكب ظهر في الفيلم تبع 2009. التريلر كان ممتازا ككل، باستثناء عدم رؤيتي لاستخدام اللغة النافية. ولمن لا يعلم ما هي اللغة النافية، إنها لغة تلك الكائنات الزرقاء في الفيلم التي اسمها النافي. إنها لغة كاملة يا جماعة، ليست مجرد كلمات عشوائية من أجل الفيلم. هي تعتبر من اللغات المصطنعة، وهناك أشخاص يعرفون كيف يتكلمون بها في الواقع، بل وهناك أغاني تستخدم هذه اللغة، ومن ضمنها أغنية The Storm من The Fat Rat. عموما من المقرر عرض الفيلم في السينما في 16 من ديسمبر، ولا نعلم بعد ما إذا كان سيعرض لاحقا في منصات العرض الأخرى. الخبر الثاني، في 7 نوفمبر أعلنت نتفليكس عبر حسابها في تويتر أنها تعمل على سلسلة أنيميشن جديدة للعبة Gears of War. ولمن لا يعرف هذه اللعبة، إنها لعبة صدرت في 2006، أو بالأصح هي سلسلة كاملة من الألعاب. القصة في اللعبة تتكلم عن حرب بين البشر وكائنات تحت أرضية تحاول قتل البشر وأخذ السطح منهم. ولا أعلم كيف ستكون القصة بعد تعديل نتفليكس عليها. أظن هذه المرة ستكون الحرب بين البشر والكائنات التحت أرضية على من سيكون شاذا أولا أو شيء كهذا. وابه بعيدا عن الضحك، أتمنى أن يحافظوا على طابع الأكشن القوي الذي تعرف به السلسلة، وأن لا يستبدلوه بدراما وقصص لا داعي لها. وإلى الخبر الثالث، في 7 نوفمبر أيضا تم إصدار تكملة حلقات الموسم الرابع من كريغ من الجدول على كارتون نتورك الأمريكية. ومؤخرا بدأت أرى له الكثير من البوسترات والحماسة، ولا أعلم لماذا بالضبط، لأنني تابعت حلقات متفرقة منه فقط، فبحثت ولم أجد أي شيء مثير للاهتمام حقا. لكن نعم يا جماعة، هناك الكثير من الشذوذ فيه. إذا كنت تشاهده عبر كارتون نتورك العربية فأنت غالبا لا تعرف ذلك. ربما هذا أحد الأشياء القليلة التي أؤيد كارتون نتورك العربية على حذفها في الواقع. عموما إنها حملة شرسة حقا، وتستهدف الأطفال بشكل أساسي. ولا لن أتوقف عن التحدث عن هذا الهراء ما داموا يحشرونه في كل مكان. وإلى الخبر الرابع، في 9 نوفمبر صدرت سلسلة جديدة لديزني بلس اسمها زوتوبيا بلس، وتتكلم عن قصص كوميدية عن شخصيات فيلم زوتوبيا. الفيلم كان جيدا صراحة، لكن لا أدري بشأن السلسلة الجديدة. المهم إنها تحتوي على فأر زعيم مافيا. أسامة سيحب ذلك كثيرا. وإلى الخبر الخامس، في 10 نوفمبر أعلنت نيكلوديون وباراماونت عن موعد صدور فيلم سبونج بوب الجديد وفيلم الأفاتار آنغ. فيلم سبونج بوب سيصدر في 23 مايو لعام 2025، بينما فيلم الأفاتار سيصدر في 10 أكتوبر لعام 2025. وبصراحة هذا بعيد للغاية، 3 سنوات تقريبا. لكنني أذكر أنه كانت هناك أفلام أخرى تم الإعلان عنها لسبونج بوب، وقد تحدثنا عنها في فيديو أخبار فبراير. كانت رباعية من الأفلام في الواقع، وهذا الذي معنا اليوم هو واحد منها وهو الأهم. أما 3 أفلام الأخرى ستكون أفلام سبينوف، أي مبنية على سبونج بوب وليست متعلقة به. ولا لا نملك موعدا محددا لها بعد، لكن من الجيد أننا نملك موعدا للفيلم الرابع. الخبر السادس، في 11 نوفمبر صدر فيلم تنين أبي على نتفليكس. إنه من نفس صناع أفلام سيرو كيلز وأغنية البحر والذئاب السائرون الذين تحدث عنهم فيصل سابقا، وبصراحة إنه لا يبدو مثلهم إطلاقا. سأقوم بمشاهدته لاحقا وسأرى إن كان جيدا أم لا، فصناعه صنعوا لنا تحفا رائعة حقا، لذا يفترض أن يبدعوا هذه المرة أيضا. وإلى الخبر السابع، في 16 نوفمبر صدر تريلر السلسلة الجديدة لنتفليكس بعنوان أبي صائد الجوائز، وقد كان رائعا. القصة باختصار تتكلم عن طفلين يتسللان مع والدهما لعمله ويكتشفان أنه صائد جوائز في الفضاء. قصة لطيفة، لكن لحظة واحدة، هذا الإنتاج الأسطوري لا ينبغي أن يكون لسلسلة وإنما لفيلم. كم دفعوا على هذا لجعله سلسلة؟ أعني انظروا إلى التريلر فحسب، إنه رائع يا رجل.
وإلى الخبر الثامن، في 17 من نوفمبر صدر تريلر فيلم إليمنتال من بيكسار وديزني. أولاً اذهبوا وشاهدوه، ثانياً تباً يا رجل، تذكرون لعبة الفلاش القديمة تلك التي فيها فتاة من ماء وفتاة من نار؟ لقد تذكرتها مباشرة فورما رأيت التريلر، حرفياً قطار ذكريات صدمني عندما شاهدت التريلر، لكن الفرق هنا أن العناصر معكوسة، فالفتاة من ماء والفتاة من نار. الفيلم يبدو لطيفاً والأفكار تبدو إبداعية، ومن المقرر صدوره في يونيو العام المقبل. الخبر التاسع، في 18 من نوفمبر صدر الموسم الثاني من إنسايد جوب على نتفليكس. وقبل أن أكمل، لمن لا يعلم إنه كرتون للبالغين. الآن هذه المرة التريلر أقوى من السابق، يبدو أن هذا الموسم سيحتوي على قصة حقيقية وأحداث أفضل من الموسم الأول الذي كان أغلبه بطابع كوميدي. لكن هاي، تذكرون عندما كانت بطلة المسلسل ريغان تقول أن عائلتها لم تكن جيدة؟ يبدو أنها كانت محقة، لأن عدوها لهذا الموسم سيكون والدها. أيضا يو، هناك الممثل كيانو ريفز في ثامبنيل التريلر. هذا أقوى ثامبنيل رأيته في حياتي. الخبر العاشر، هنا الروعة، في 18 من أكتوبر صدر الموسم الثالث من The Cuphead Show على نتفليكس. الموسم الثالث يا جماعة، 3 مواسم خلال نفس السنة، تبا لكأس العالم، إنه الموسم الثالث من Cuphead، سوف أشاهده بمجرد أن تسنح لي الفرصة. لقد انتهينا من كتابة النص لفيديو عن Cuphead بالفعل، وقد نقوم ببعض التعديلات عليه الآن بما أن الموسم الثالث صدر، لذا ترقبوا الفيديو في وقت ما بعد انتهاء سلسلة خلف حائط الحديقة القصة الكاملة، لأني لا أريد أي شيء أن يقطع تنزيل السلسلة صراحة، ما عدا فيديو الأخبار هذا. الخبر الحادي عشر، في 19 من نوفمبر عرض فيلم كينج تويتي لأول مرة على كارتون نتورك الأمريكية. طبعا هذا الفيلم غير جديد، إذ أنه صدر أول مرة في يونيو الماضي على شريط فيديو. نعم، لقد سمعتموني جيدا، صدر على شريط فيديو أولا قبل أن يصدر في أي مكان آخر. متى كانت آخر مرة أمسكت فيها شريط فيديو بيديك هاتين؟ أنا لم أمسك واحدا منذ سنوات، ولم أكن أعلم أنهم لا يزالون يصدرون الأفلام عليها للآن. المهم، الفيلم أسلوبه مخالف كليا لما اعتدناه من شخصيات لوني تونز. لقد فقدت لوني تونز سحرها الكلاسيكي تماما. وإلى الخبر الثاني عشر والأخير في الفيديو، في 23 من نوفمبر صدر فيلم ديزني الجديد Strange World. ونعم، الأخبار كانت صحيحة، ديزني أصبحت تقوم بحشر الشذوذ بشتى أنواع الطرق في وجوه الأطفال ردا على عمدة ولاية فلوريدا. فالشخصية الرئيسية في Strange World هو ولد شاذ. إن استمرت ديزني على ما هي عليه من هراء، فستكون العواقب وخيمة للغاية عليهم قبل أي شخص آخر. إذن هل ينبغي مشاهدة الفيلم؟ لا. هل هو جيد؟ يبدو جيدا مظهريا، لكنه لن يكون جيدا إن كان مسيسا. لا داعي لمشاهدة هذا الهراء فحسب، لا هو ولا أي بروباغندا غبية أخرى، وهذا ينطبق على كريغ من الجدول أيضا. على أي حال، فيديوهات القصة الكاملة تنزل كل جمعة، لذا موعدنا غدا. كان هذا كل ما لدينا لهذا الفيديو من أنيميتس. كان معكم عبد الرحمن الطيب، ونلقاكم في الفيديو المقبل. وداعاً.